ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حكم مسك القرآن والقراءة منه في الصلاة؟ أن يصلي ممسكا بالمصحف لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك في الفرض، وهذا الأصل فيه أنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة، لأن في هذا حركة في الصلاة، فلا يجوز أن يمسك بالمصحف في الفرض، ولم يثبت شيء من هذا في الفرض إلا عند الضرورة. لو فرضنا أنه مسلم جديد وهو يستطيع أن يقرأ العربية لكنه لا يحفظ شيئا، وأراد أن يصلي وليس مأموما، فإنه هنا لا بأس من أن يمسك المصحف ويقرأ الفاتحة من المصحف، أو يمسك ورقة ويقرأ الفاتحة من الورقة في الفريضة. والحالة الثانية أن يكون في النافلة، وهذا أخف من الفريضة، ويجوز أن يمسك بالمصحف وهو يصلي النافلة، لكن الأفضل له إذا لم يحتج إلى هذا ألا يصلي من المصحف، لا سيما إذا كان مأموما كمن يصلي التراويح مثلا، لأن في هذا حركة زائدة، ولأنه يجعله يقرأ خلف الإمام في غير الفاتحة، وهذا خلاف ما ينبغي. فالأفضل أن لا يمسك بالمصحف إذا كان مأموما، وإذا كان يصلي منفردا أو يصلي إماما وهو لا يحفظ وأراد أن يطيل القراءة فلا بأس من غير كراهة أن يقرأ من المصحف.